أول بنات النبي صلى الله عليه وسلم خروجا معه في الدعوة إلى الله، كان إذا خرج للمسجد خرجت معه فاطمة بعده، وكانت فاطمة تقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولما وضع سلى الجزور على ظهرها ماطته فاطمة، ولما وضع التراب على رأسه نفضته فاطمة وهي تبكي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: أبكي على ما يصنع بك قومك. قال: إن الله عز وجل ناصر أباك على قومه. وفعلا نصر الله النبي وفتح له مكة فتحا مبينا، فدخلها عزيزا متواضعا رضي الله عنه وأرضاه. فاطمة الزهراء كمالها في دعوتها، وكمالها في تصديقها، وكمالها في كونها ما خالفت النبي صلى الله عليه وسلم قط في أي أمر أمر به. أوحى الله إليه بعد الهجرة في السنة الثانية منها أن يزوج فاطمة من علي، وفاطمة وعلي كانا بمنزلة الأخوين، كلاهما تربى في بيت خديجة، فعلي يعلم من فاطمة من الصغر، وفاطمة تعلم من هو علي، ولا يملك علي من الدنيا وقت زواجه بفاطمة إلا سيف أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له، يسمى ذو الفقار، من سيوف داود عليه السلام، أو جلد شاة كان يصلي عليه. فلما جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج عليا بفاطمة، قال له: يا علي، إن الله أوحى إلي أن أزوجك فاطمة، فهل عندك ما تمهرها به؟ قال: نعم، لا أملك إلا سيفي وهذا الذي يصلي عليه. قال: أعطيها السيف واترك لك الفرش. فأخذ السيف وأعطي مهرا لفاطمة، هذا مهرها، وأما البيت الذي بيت العرس ليس فيه إلا جلد شاة، هذا الذي جاءت فاطمة ليلة عرسها إليه، وأما بيتها فكان عند بيت عائشة، بينها وبين حجرة عائشة نافذة يفتحها النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث الآخر من الليل ويقول لهما: ألا تصليان؟ فمعذرة للنساء من عدم فهم بعض الرجال لهذا الحديث، ناقصات عقل، فنقصهن بالنسبة لهن كمال، فهي في بين النساء كاملة، لكن مقارنتها مع الرجل هذه مقارنة من يريد يقارن السماء بالأرض. الأرض خلقها الله والسماء خلقها الله ولكل دور، وأن السماء أكبر من الأرض ليس ذلك دليل على فضلها، فالأرض أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم امددنا بأموال وبنين، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله أوله وآخرة، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.